طيب الطاسه كده سخنت، هحط الزيت وهحط دلوقتي الكبده بتاعه الرز بالخلطه خلاص، وهحط لها ملح وفلفل اسود، هحط توم بس ايه في الاخر اهو، هحط لها نقطه ليمون، نقطه صغيره قوي مش عايزاها تبقى باينه بس بتضيع اي زفاره بصراحه. ماشي، فلفل اسود وملح واقلب. كده لانها لسه هحطها تاني لما اسوي اللحمه عشان ايه ياخدوا طعم بعض مع الزبيب والمكسرات. تمام، هنعمل دلوقتي الرز بالخلطه. ناس كتير جدا بتطلبه مني جدا، محتاجين ايه الرز بالخلطه؟ زبده او سمنه بلدي، سكر وقرفه، ممكن سكر بني كمان، صلصه طماطم، رز مصري. هنعمل ايه؟ هنحط كده الزبده، خلي بس حته كده، مع الزيت خلاص، واسيبه ايه يسخن كويس قوي. هنا احط لها بقى فلفل اسود كده، ده هنعمل رز بالخلطه النهارده مع الزبيب ولوز وكبده ومكعبات لحمه صغننه. ماشي، ممكن نعمله ساده وممكن نزوقه بده، ممكن نكتفي بالكبده، ممكن نكتفي بالمكسرات بس. طيب هبتدي بقى احط هنا السكر، طيب هنحط القرفه بقى دلوقتي كده ونقلب خلاص اهو، نقلب. هحط صلصة الطماطم، وقلب. كل ده هو اللي بيلون الرز. هحط معلقة صغننة قوي من الثوم المفروم، صغيرة جدا تكاد تكون مش باينة، مكعبات المرقة، واحط المية المغلية، بعدين هحط الرز. هوريكم لونه بقى، لون الميه دلوقتي. بصوا السكر بعد لما اتكرمل مع معلقه صلصه الطماطم بتديله كده وما بيبانش ان احنا حاطين صلصه، مع معلقه صلصه الطماطم. تمام، الميه طبعا مغليه، هقوم حاطه الرز على طول كده. واسيبه لحد ما يستوي. هنا بس الزبيب عايزه احط له شويه ميه مغليه، ليه؟ عشان الزبيب لما بيتنقع في ميه كده 5 دقايق على الاقل قبل ما ما بنحمره بينفش كده ويبقى عامل زي العنبايه الصغيره، عشان عايزه اخلص كله عشان هنرجع بقى للوافل نركز معاه. زبده معلقه زيت، انا بموت في الزبيب اللي جوه الرز بحبه جدا. كبسه فراخ طيب نزلها وانا هقولها تبدلها باللحم. طيب دي زبيب اهي، هنحط شويه كده ونسيب الباقي خلاص، نسيب الباقي كده. مكسرات اهي، نحطها هنا برضو عشان تبقى جاهزه، نقلب. ماشي خلاص، انزلها كده. شايفين لونه جميل ازاي؟ لونه جميل جدا، انا بحبها تبقى مليانه كده، ماليه رز. لما بنروح اي حته بره في مطعم ولا كافيه طبعا
مش بيبقى مليان كده زي ما احنا ايه مليين هنا.